هنرجع النهارده على المحاضره الاولى لسنه خمسة ونقول الحاجات المهمه في المحاضره. اول حاجه تعالوا نشوف الحوار في المحاضره الاولى بيتكلم عن ايه. فاكرين الحوار بتاع يونت 1؟ حوار يونت 1 الوحده الاول العنوان بتاعها اسمه اد كام سايت. يعني ايه كام سايت؟ يعني المعسكر. طيب في كلمه ثانيه زي كام سايت ممكن تبقى كام سايت او كام كام او كام سايت، الاثنين معناهم المعسكر. تعالوا نشوف بقى الكلمات المهمة في أول درس. كام سايد ويك أب، يعني إيه ويك أب؟ يعني يستيقظ. هانجري جائع. سميلز جود رائحة طيبة. رونج مشكلة مشكلة. طب واتس رونج؟ ما المشكلة ما المشكلة. ما الوقت يعني إيه؟ وات تايم. وات تايم يعني ما الوقت. كلمة جبن يعني إيه؟ تشيز تشيز. طائر يعني بيرد. خبز يعني بريد. المفضل يعني فيفرت. عايزه اقول ما هو طعامك المفضل هقولها ازاي؟ واتس يور فيفرت فود. طب ما هو شرابك المفضل؟ واتس يور فيفرت درينك. طب ما هي رياضتك المفضله؟ واتس يور فيفرت سبورت. كلمة بجوار يعني نكاس فود. عصير يعني جوس. طعام من الحبوب يعني سعيد. سعيد هابي. ليلى او ليلى نايت. كريم الوقاية من الشمس سان سكرين. دي الكلمات المهمة في الوقت. طيب عندي برضو ايه المهم؟ الوجبات. وجبات يعني ميلز. كلمة ميلز يعني وجبات. ايه الوجبات الأساسية اللي عندي؟ بريكفاست ها لانش دينر. كلمة سناك بتيجي كتير في الكلمات الشاذة. يجيب لك ثلاث كلمات من الوجبات وكلمة مختلفة، نشيل الكلمة ونحط الوجبة الرابعة. المفروض الوجبات الأساسية عندي ثلاثة، الوجبة الفرعية أو الوجبة اللي هي الصغيرة اللي هي السناك اللي هي الوجبة الخفيفة. أنا الأساسي عندي بريكفاست لانش دينر وكلمة سناك اللي هي الوجبة الخفيفة. طيب تصريفات الافعال، الفعل واتش الماضي منه واتش بلوك ويك اب ووك اب ويك ووك. خلاص ده فعل غير منتظم. سميل سميل منتظم او غير منتظم. ممكن اقول سميلد او سميلت سميلد او سميلت. هاف وهذا الماضي منهم هاد. فايند الماضي منها فاوند. فايند فاوند. خلاص كده يبقى دي بالنسبه للكلمات في اول درس. تعالوا بقى الدايلوج بيتكلم عن واحده بتصحي واحده بتقول لها امي عشان نفطر، بتقول لها عندنا افطار ايه؟ قالت لها عندنا كذا وكذا. قالت لها ده الاكل المفضل لدي. حوار ويك اب منى وات تايم از ات هدى؟ اتس 7 o'clock اتس تايم فور بريكفاست. اول حاجه لازم اعرفها جمله اتس تايم فور. يعني ايه اتس تايم فور؟ معناها حان وقت. اتس تايم فور. ويجي بعدها اسم الشيء بقى، الحاجة اللي هي ايه اسم الشيء. يعني مثلا عايزة اقول حان وقت الافطار it's time for breakfast، حان وقت الغداء it's time for lunch، حان وقت المذاكرة it's time for studying. خلاص كده؟ فكلمة it's time for معناها حان وقت. بتيجي كتير فين في الاختيارات؟ نشيل حرف الجر فور. تبقى انا عارفة ان كلها على بعضها it's time for. تمام كده؟ It's 7 o'clock. It's time for breakfast. Good. I'm hungry. أي حد بيقول أنا جعانة يقول إيه؟ I'm hungry. طيب عايزة أقول إحنا عندنا كذا وكذا من الأكل، هقول إيه؟ We're having أو we are having. ممكن تيجي كده؟ ممكن تيجي كده. وبعديها الفعل have مضاف ليه ING. يبقى we're having أو we are having. ونقول الطعام اللي احنا هنتناوله. يعني we are having eggs، we are having salad، اي حاجه بقى واسم الطعام. يبقى ممكن تجيلي بالشكل ده عشان الاختيارات، ممكن تجيلي بالشكل ده، ده صح وده صح. المهم having تبقى فيها فيرب اي ان جي. ليه؟ عشان فعل اي ان جي بيجي مع الفيرب تو بي. يعني عندي ام او اذا او ار، لازم الفعل هنا يبقى ايه؟ اي ان جي. تمام كده؟ يبقى we're having او we are having ونقول اسم الطعام.
يام ماي فيفورت. ماي فيفورت يعني الحاجه المفضله لدي، ده الشيء المفضل لدي. لما تكون حاجه انا بحبها هقول ماي فيفورت. ماي فيفورت يعني المفضل لدي. ركزوا معايا لو سمحت. اكل، الاكل لما يكون طعمه حلو او ريحته حلوه نقول ايه؟ سميلز جود. سميلز جود. سميلز جود. لما اجي اصحي حد اقول له ايه؟ ويك اب. ويك اب. خلاص كده ونقول اسم الشخص. ده الدرس الاولاني. الدرس الثاني بيتكلم على الانشطه اللي بنعملها في المعسكر. الانشطه اللي بنعملها في المعسكر وجاي على هيئه جمل. اول جمله كوك بريكفاست. كوك بريكفاست يعني ايه؟ لا كوك ياكل الافطار او يجهز الفطار، يعمل وجبه الفطار. طب الماضي منها كوك بريكفاست. listen to music. listen ده هنقول الجمله والماضي منها. listen to music. love a jokes. Love and jokes. Climb a mountain. Climb a mountain. Watch the sunrise. Watch the sunrise. Play cards. Play cards. Wash the boots and bag. Wash the boots and bag. Clean the tent. Clean the tent. يبقى دي كلها الجمل الخاصه بالانشطه اللي بتتعمل في الايه؟ في المعسكر. طيب عندي كلمات اضافيه زي كلمه glasses. glasses يعني نظارة. تفرق بين glasses و glass. glasses و glass. glass دي كوباية ودي مفرد. glasses دي نظارة ودي جمع. يعني لما عايزة أقول دي نظارة هقول إيه؟ they are glasses. ليه؟ عشان النظارة فيها عينين. ففي الحالة دي بستخدمها جمع زي all glasses. it's a glass انها كوباية. it's a glass دي انا هنا استخدمت it's وهنا استخدمت زي are ليه؟ عشان النضارة جمع. خلاص كده؟ كلمة كمامة يعني؟ letter. طب انا عايزة اقول لا ترمي الكمامة. نقولها ازاي؟ don't drop letter. don't drop letter. لا ترمي الكمامة. don't drop litter. طيب السلة بقى، السلة بتاعت الكمامة اسمها بن. ونفرق ما بين بن ده وبن ده. بن دي يعني دبوس وبن دي يعني سلة الكمامة. وطبعا بن دي يعني ايه؟ قلم. خلاص الثلاثة دول نفرق بينهم. دي بن ودي بن ودي بن. خلاص كده؟ كلمة معجون أسنان يعني toothpaste. toothpaste. زمن المضارع المستمر. المضارع المستمر عندي في الوحدة ديت، المضارع المستمر بيتكون من أي زمن فيه استمرار يبقى لازم يكون فيه ing. زمن المضارع المستمر بيتكون من am زي ما احنا قلنا، is، are، ولازم الفعل المضاف له ايه؟ ing. طيب يعني ايه زمن المضارع المستمر او بيدل على ايه؟ بيدل على حاجه بتحصل دلوقتي في وقت الكلام. يعني انا عندي صوره والبنت مثلا بتنظف الخيمه، هنقولها ازاي؟ شي. البنت شي. بيجي معاها شي، بتيجي معاها ايه؟ از. يبقى شي از. الفعل عندي كلين، بروح احط له ايه؟ ان جي. يبقى شي از كلين جزاة. خلاص كده؟ ده زمن المضارع البسيط. لو عندي اي بستخدم ام عشان اي بتيجي مع ام. لو عندي هي او شي او ات بستخدم از. لو عندي زي او وي او يو بستخدم ار. خلاص كده؟ لو هقول هما بينظفوا الخيمه هتبقى ازاي؟ زي ار كليننج ذا تين. على حسب الفعل عندي. طب لو انا يبقى اي ام cleaning ذاتي. يبقى ايه اللي بيتغير؟ فيرب تو بي. على حسب مين؟ على حسب الفعل اللي موجود عندي. خلاص كده؟ طيب ده زمن المضارع المستمر. طب فرضا انا احنا خدنا زمنين، المضارع المستمر والماضي البسيط. انا عايزه الماضي البسيط طبعا بيتكون من الفعل في التصريف الثاني، يعني فعل ماضي. يعني فعل بلاي بنحط لها اي دي.
تمام كده؟ طبعا في افعال جاهزه بنحفظها بعد كل ده زي ما احنا قراناها دلوقتي، مثلا الفعل فاين بالماضي منه فاين. افعال لازم نحفظها، الفعل هاف الماضي منه هاد، فدي لازم تتحفظ، دي مالهاش حل، ده الماضي خلاص كده. طيب انا عايزه اقول هي لو ضافت الخيمه خلاص نقولها زي نفس الجمله بس نستخدم زمن الماضي بسيط، هتبقى اول حاجه شيء اللي هو الفاعل، وبعدين نظفت الفعل عندي كلين الماضي منه كليند، يبقى شي كليند ذا تنت. ايه الفرق بين الجملتين دول؟ شي از كليننج ذا تنت معناها ان هي لسه بتنظف الخيمه دلوقتي قدامها حاله ولسه مستمره، لسه مستمره في الطرق. ده بقى نظفتها وخلاص والموضوع انتهى، يبقى شي كليند ذا تنت. ده الفرق بين المضارع المستمر والماضي البسيط، الماضي حاجه حصلت وانتهت، اما المضارع المستمر حاجه بتحصل لسه مستمره في وقت الكلام اللي انا بتكلمه. خلاص كده انا هو ده الزمانين اللي عندي في الوحده دي. نخلي بالنا من حاجه من ترتيب الجمل، واديتها لكم قبل كده قلت لكم الجمله في الماضي البسيط ترتيبها ازاي عشان في الجمل اللي بتيجي تترتب، يعني مثلا اجيب لكم جملتين ونرتبهم. ديدن ذا بوتس روش شيء. عايزه ارتب الجمله دي. ها نزود كمان نطور الجمله شويه اند بانز. ها يلا انا عايزه ارتب الجمله دي، يلا قول يا ملك. انا هنا مش سؤال، انا هبدا هنا بشي. She didn't wash her boots. She didn't. الفعل الأول وبعدين مين؟ didn't وبعدين المصدر wash. She didn't wash the boots and pants. دوت لو جملة منفية. تعالوا كده نشوف السؤال. ده بقى سؤال، السؤال بنسأل بإيه؟ أول حاجة هي ياسين معايا؟ أول حاجة ديد بعدها إيه؟ الفاعل اللي هو هنا هيبقى عندي إيه؟ ذير، وبعدين الفعل اللي هو كلين، وبعدين ذا تنت، يبقى ديد ذير كلين ذا تنت. ناخد بالنا من الترتيب ده عشان يجي لنا الجمل دي في الترتيب كتير، خلاص كده؟ والحاجة اللي بتيجي برضو في الاختيارات بقى برضو شي سيفن ذا سان رايز. اختيارات كتير. ها she didn't the sunrise. انا هنا بختار ايه؟ فعل في ايدي ولا فعل مصدر ولا فعل في اي ان جي؟ ها المصدر. مصدر ليه؟ انا قلت لكم لو شفت didn't يبقى لازم المصدر، وبرده لو عندي didn't يبقى لازم المصدر، يبقى انا she didn't هختار ايه؟ watch. she didn't watch the sunrise. ما اخترتش واتشد ليه؟ لو هختار واتشد امتى؟ لو ما فيش عندي ديدنت. لو شيلنا ديدنت كده يبقى انا هنا اختار واتشد. شي واتشد ذا سان رايز. طب حطينا ديدنت يبقى لازم اخد الايه؟ شيل الاي دي يبقى ناخد الايه؟ المصدر. برضه جمله ثانيه.
هنختار ايه برضو؟ ده سؤال بقى، ده سؤال. Did he add the sun? Did he look? ولا looked ولا looking at the sun؟ هنختار هنا ايه؟ ها؟ هنختار ايه؟ look. قلت لكم برضو لو عندي did يبقى لازم اختار ايه؟ المصدر. يبقى did he look at the sun؟ يبقى ايه الحالتين اللي بختار فيهم المصدر؟ لو عندي didn't ولو عندي ايه؟ did. في الحالتين دول باخد الفعل في ايه؟ في المصدر، حتى لو الجملة عندي ماضي، حتى لو قال لي yesterday. ليه؟ لأن did هنا حلت محل الماضي، وdidn't هنا حلت محل الماضي، ففي الحالة دي بجيب الفعل في الايه؟ في المصدر. طب الجملة ديت هنا اختار ايه بقى؟ هنا اختار ايه؟ زي ذا ويندو يسترداي. ها يلا يا سما. اوبن. انهي واحدة؟ الأولى. الأولى؟ ليه؟ خلاص كده. وأنا عندي هنا التانية. التانية التانية اوبن. اوبن. ليه؟ لا عندي ديب ولا عندي ديب وعندي يسترداي يعني ماضي. ففي الحاله دي اختار الفعل في الايه؟ في الماضي. نركز ما بين المصدر بختاره امتى؟ لو عندي did او didn't. طب ما عنديش did او didn't وعندي كلمه تدل على الماضي بختار الفعل في الايه؟ في الماضي. فهمنا من التلات نقط دول بيجوا كتير في الاختيارات. خلاص كده؟ يا اما بتجيلي ترتيب يا اما بتجيلي اختيارات. لو انا عندي جملة كده كلين جوبس. عايزه الكلمه الناقصه اللي هنا
هتبقى ايه؟ did she add jokes love ها love ولا loved love ها love مصدر ولا اي دي مصدر ليه عشان هي بقى did يبقى did she love add jokes شوف ما اختارش اللي فيها اي دي عندي did عندي didn't تختار الايه المصدر ما عنديش لا did ولا عندي didn't وعندي كلمه بالكلمات الداله على الماضي زي yesterday زي last استخدم الفعل في الايه في الماضي تمام كده الكلمات اللي عندي برضو بقى كلمات اللي هي الصوتيات الكلمات اللي بتبدا بالاس بي ايه الكلمات اللي بتحدي يقول لي كلمه بتبدا بالاس بي زي كلمه سبون سبون ملعقه ها وايه كمان سبايدر وفي كلمه سبايدر وايه الاس بي انا بتكلم لسه في الاس بي سبون او سبايدر طيب كلمات الاس ام ها سمايل سمايل وكلمه سميل يشم ايه الفرق بين سمايل وسميل سمايل يبتسم سميل يشم طيب كلمات بتبدا بالاس ال سنيز سنيز معناها يعطس طيب كلمات بتبدا بالاس ال سلايد سلايد او سلايس سلايس يعني يقطع كلمات بتبدا بالبي ال بلين او ايه كلمه كمان بلان او كلمه بلانيت كوكب بلانيت واخدينها في سنه ثانيه كلمات بتبدا بالبي ار بي ار بريزنت بريزنت يعني هديه طبيخه خفيفه ار بريد بريد بوكس لا بريد خدوا بالكم من بريد دي بريد دي بيرد دي بي اي دي بي ار دي بريد دي بيرد خلاص كده كلمات بتبدا بالجي ار جرين وجريت وجرو جرو ينمو كلمات بتبدا بالسي ار تراي و سي اتش حزين سي اتش شير كرسي وتشيكن دجاج وطيب ايه تاني تي اتش كلمات فيها تي اتش تي اتش ممكن تنطق عندي نطقين ممكن ذا وممكن فا ممكن ننطقها ذا زي كلمة ماذر فاذر براذر بننطق التي اتش هنا حرف الايه زي ممكن ننطقها فا زي فانكس فانكس هنا بننطقها حرف الايه فا وزي 3 13 كلمات دي كلها كده كل حاجة خدناها في الوحدة الأولى احنا شرحنا كل حاجة تخص الوحدة الأولى خلاص كده اللي علينا هنذاكره في الوحده الاولى اللي علينا هنذاكره عايزه الكراسه الكراسه الجديده او اي كراسه الكراسه اللي معاكم مفيش اي مشكله هنكتب هنقسم المنهج كده عشان نراجع نراجع مع بعض نقسم جزء جزء كده احنا دلوقتي راجعنا على الوحده الاولى طب ايه اللي مطلوب منكم بقى في الوحده الاولى هقول لكم دلوقتي هتعملوا ايه عايز تبدا مراجعه معايا دلوقتي يونت وحده بوحده هنشوف هنعمل ايه احنا عندنا كراسه هنجيب كراسه نكتب يونت 1 يونت 1 ده في البيت يونت 1 دي الوحده الاولى خلاص كده هنقسم الصفحه مثلا لجزئين نكتب هنا الكلمات الكلمات المهمه ودي الجمل المهمه طبعا اللي كل وحده عندنا فيها درس فيه كلمات ودرس فيه جمل صح كده فاحنا هنكتب يونت 1 نبدا باول حاجه يونت 1 دي هشوفها المره الجايه يونت 1 الكلمات المهمه بتاعه يونت 1 هنكتبها هنا الجمل المهمه بتاعه يونت 1 هنكتبها هنا تمام كده
ثاني حاجة الصفحة اللي بعديها الجمل اللي احنا كتبناها هنا مضارع هنكتبها نحولها للماضي او في صفحة جديدة او في صفحة جديدة يبقى نقسمها اتنين صفحة جديدة ايه هنقسمها اتنين هنا جمل جمل مضارع وهنا جمل الحاجات دي هشوفها المرة الجاية جمل مضارع جمل ماضي الجملة عندي مثلا كلين ذا تنت الماضي منها كلين ذا تنت يبقى ده الجمل المضارع والجمل الماضي خلاص كده ده اللي مطلوب منكم تالت حاجه هما يبقوا ثلاث صفحات تالت حاجه الدايلوج الحوار بتاع الوحده بتاعتي الحوار بتاع الوحده هنكتبه صح خلونا نبدا بالحوار اول صفحه تبقى الحوار الدايلوج بتاع الوحده تاني حاجه تبقى الكلمات بتاع الوحده تالت حاجه الجمل المهمه بتاعت الوحده وتحولها للايه للماضي هشوف المره الجايه الحاجات دي هتبقى مراجعه ديت على الوحده كلها من اول المحادثه لحد تحويل الجمل للايه للماضي فهمنا ها الكلمات لا الكلمات لا الجمل هي اللي هنحولها للماضي لو انا طب لو انا عندي الوحده ما فيش فيها جمل لو انا عندي الوحده ما فيش فيها جمل الكلمات اللي عندي المضارع وتحويلها للماضي عندي بعد كل درس مربع كده في الكلمه الفعل مضارع والفعل ماضي اروح كاتبين الفعل مضارع والفعل ماضي لو ما عنديش جمل في الوحده خلاص كده